أولا قرار طبعا 7 أجانب غير وجه بصراحة الرياضة السعودية، غير وجه كرة القدم السعودية بشكل جدا كبير. 30 لاعب، إذا عندك 7 منهم فقط غير سعوديين، ترى في أكثر من 20 لاعب سعودي وفي لاعبين مواليد. التحدي صار أكبر طبعا مع اللاعب، للاعب السعودي أنه يفرض نفسه، لكن الفريق أو الإدارة أو النادي اللي يهتم باللاعب السعودي هو اللي يقدر ينافس، اللي يهتم بخامة وقيمة اللاعب الأجنبي زائد خامة وقيمة اللاعب السعودي مع إعداد لاعبين في فئات سنية وصعودهم أو لاعبين شباب ويهتم فيهم هو اللي يقدر ينافس. والآن هذا اللي قاعدين نشوفه، قرار 7 أجانب أو 7 غير سعوديين خلانا خلى الدوري السعودي ككل يرتفع درجة درجتين في المستوى، أصبحت التنافسية عالية، أي فريق ممكن يفوز على فريق آخر، الفوارق الفنية أقل، في نفس الوقت غير السرعات داخل الملعب، صرنا نشوف كورة سريعة. مع هذا ترى الكرة السعودية اللي قبل 5 سنوات عبارة عن جيل كامل من اللعيبة السعوديين الكبار، على فكرة اختفوا اللعيبة اللي كانوا شايلين النصر وجاب فيها الدوري، اللعيبة اللي كانوا شايلين الهلال، اللعيبة اللي كانوا في الاتحاد والأهلي وكثير من الفرق، في جيل كذا مشي كامل وانتهى، وأصبح الآن اللعيبة الغير سعوديين زائد لعيبة من الشباب زائد لعيبة مخضرمين، لكن لا زال عندنا النجم الكبير السعودي اللي موجود داخل الملعب اللي ممكن يشيل هو الفريق زيه زي أي لاعب غير سعودي مبدع، لا زال حتى الآن غير موجود في الكرة السعودية. اللي موجودين الآن اللعيبة السعوديين مواهب شابة ممكن يحتكون يلاقون خبرتهم، نحط ثقتنا فيهم زي الحمدان زي بقية اللعيبة اللي عندهم خامات، لكن اللاعب الملفت للنظر اللي نقول سوبر ستار وقادم لسه عندنا محك كبير الكرة السعودية، مباريات كثيرة نبغى نكتشف الكثير من اللاعبين. الحل انه الأندية طبعا كدعم تزيد يعني تشتغل كثير على نفسها، تشتغل على الفئات السنية، تكتشف مواهب. نادي يبحث عن لاعب بقيمة 14 15 مليون الأيام هذه، يعني لا زال عندنا مشكلة في شح المواهب. إذا كان عندنا نفسه الخلل كبير في صناعة اللعيبة من الدرجات السنية، إذا عندنا خلل كبير في استقطابات اللعيبة بقيمة عالية. لازلنا نبحث عن اللاعب السعودي النجم. الدوري السعودي الآن قيمة فنية عالية، قيمة تسويقية عالية، الآن أصبح حاضنة وقادر على صناعة كثير من النجوم، باقي الإدارات تقوم بعملها في الفئات السنية، باقي عندنا إما دوري الرديف أو دوري الدرجة الأولى يقوم بدوره بأنه يكون فعلا حاضنة للاعب اللي يبحث عن مشاركات أكبر. والله تصدق محمد أحيانا تشوف لاعبين يعني دائما تشوفهم مع منتخب الشباب، ترى من سنين تشوف لك 2 3 وانت تتابعهم تصفيات ولا بطولة وتقول بس متى تخلص هالبطولة ويرجعون يلعبون، بعدين ما عاد تشوفهم يختفون تماما. ما أعرف يعني هل المنتخب يعني له وهج واللاعب يقدم مستوى، ولا الأندية إذا جد اللعيبة تركنهم وما عاد تهتم فيهم، لأنك بتشوف أنت لعيبة مع المنتخب والله العظيم إمكانيات يعني صحيح. يعني خلنا كأس آسيا الأخيرة في 3 4 اللي اخذناه مع العطوي صح ولا لا؟ صحيح. في 3 4 تتعجب من الاداء، تقول احنا عندنا الخامات، خلصت البطوله ما عاد شفناها.